السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل النهاردة كزبرية. عندي هنا كده حطيت حبة زيت وحتة سمنة، وهنا الفول فصصته كده وغسلته، وهنا الكزبرة. نحط بقى الكزبرة. كل فضول طيبين إن شاء الله. انت طيب حبيبي، أدم بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. عندي راس توم ده الجديد بغير 40 جنيه كيلو. بعد ما الكزبرة تتشوح شوية احط الثوم مقطعه، اللي عاوز طبعا يدق يدقه، بس هو لسه طري كده وجميل. واللي عاوز برده يحط حتة فلفل حامي، بس انا مش راضي احط فلفل حامي عشان في ادم هياكل فمش هيبقى عارف ياكل الحامي قوي. نسيبهم بقى لما يتشوحوا شوية، والمية عندي اهي اللي انا ضربت فيها الكزبرة صفيتها. بعد كده ما يتشوح شوية نحط بقى الفول، غسلناه وصفيناه من المية. لو في كده واحدة بقشرة طرية مش مشكلة يعني عادي، أنا اللي سايباها. نشوحهم برضه شوية مع بعض. حطيت كده شوية بهارات نشوحه كمان معاهم، وبعدين نفضي عليهم المية اللي احنا ايه مصفينها من الكزبرة. دقيقتين كده ونحطهم ان شاء الله. بعد ما تشوحت كده شوية نحط المية، كزبرة، مية الكزبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى جمال اللون؟ نسيبها بقى تغلي شويه، يعني ما تحرمش منكم يا رب. تعملوا لي لايك كده على الفيديو، ما تحرمش منكم يا رب. ازود بقى الميه عشان يبقى للرز. دول كوبايه الرز وكوبايه ونص فول. بعد ما فصصته تغلي بقى كلها كده مع بعضها، واحط الملح. نحط بقى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، نظبطه كده الاول. نحط بس الموبايل. ظبطنا الميه والملح ونبت عليه بقى. بسم الله. رز، عملت طماطم مخلله، وكان عندي محشي. اتفضلوا معانا. الرز لونه اخضر عن الكاميرا والله.